كل عام وأنتم بألف ألف خير. أرجو أن تصلوا إلى هذا الاطمئنان المطلق، والظاهر الإمام الرضا كمان هون رغم كل الألفة شطح بي لدرجة إني راح أنسى أعطيكم رباعية مثلا، مع إنه العادة ماذا يا آية الله العزيزة والإسلام رباعية. أول رباعية عند فجر اليوم تقول: مولد الرضا فرح، مولد الرضا فرح، وآل بيته انشرح. ألم نشرح؟ مولد الرضا فرح وآل بيته انشرح، علم أمر ذي صحف قد يراه من نجح. علم أمر ذي صحف قد وعاه من كدح. تقريبا صارت الرباعية مفهومة من الحديث. مولد الرضا فرح مظبوط لآل محمد ولمحبي النجاة، لمحبي جنتين، جنة الدنيا وجنة الآخرة. مولد الرضا فرح، الله يفرحكم مثل ما فرح عصافير دمشق التي قرعت زجاجي ذات يوم من الأيام وهي تقول كل عام وأنت بمولد الرضا بخير. بس ما بعرف زقزق مثل العصافير، ولكن فهمت عليها وترجمت لها القصيدة التي سمعناها بمثل العجب من إلقاء هذا المحامي، محامي وزارة الدفاع، بمثل هذه الروعة الزراعية، هذا المزارع أيضا صديق التفاح، صديق الكرز، صديق العنب، هذا الجد الذي يرعى 11 طفلا يمكن صاروا 12 حفيدا، ومع ذلك لا يفوته أن يحفظ الرباعيات وأن يحفظ مئات الحوريات، وأن يرقص كلما احتاج الأمر إلى الرقص، وأن يغني كلما احتاج الأمر للغناء، فرحاً بمولد الإمام الرضا وآل بيت المرتضى، آل بيت محمد. مولد الرضا فرح وآل بيته انشرح، علم أمر ذي صحف. قلنا أنه عالم آل محمد وقلنا إحياء الأمر، لكن الآن ذي صحف يعني هذا الكتاب الكريم. علم أمر ذي صحف، إحياء الأمر ما بيصير بلا قرآن، ما في شيء إلا قرآن لم أحصاه وبينه وقال لنا أن البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. علم أمر ذي صحف قد يراه من نجح. كيف يعني قد يراه من نجح؟ هل فرح هذا هيك هيك؟ كيف يعني؟ لو قلنا لحمود تعال اقرأ مثلا، تعال اتصلك شوي هون مثل ما عملت، أو ناخذ هذا نرجع الشريط ونشوف هيك نقرة ثانية من هيك. يكاد حمود اللي كان أخرس قبل شوي ما عم يطلع صوته أبدا، ما حدا فيه يسمعه لصوته، صار رعد في صوته. إذا أخذنا لقطة من هذا الكلام نسأل والله شو يعني قد يراه من نجح أو قد وعاه من كدح؟ كيف الشيخ محمد علي التسخير هذه الأيام مولانا آية الله الواحدة؟ شو أخباره؟ اللهم آمين. طبعا ذكرته لأنه صديق كتابك المسروق. يوم السيد محمد علي الشيخ محمد علي التسخيري رأى شقفة من كتاب لي اسمه سياسة الأنفس والدول، وهو شرح لرسائل أمير المؤمنين، صار فيه على ما يبدو مثل الشيخ حمود لما كان عم بيرقص اليوم أو عم بيفجر الدنيا اليوم. هلا جاي دور أبو زين، جاي دوره، كل واحد له لون، كل واحد له مزية. فالمهم إنه الشيخ محمد علي التسخيري كتب لي رسالة
يا إلهي شو هي حط طبعا وضعتها في كتاب المذاهب الخضراء مع رسائل أمير المؤمنين. ما يقول لي يا أخي لا شو فيه. لازم نحكي مثله. يقول أما خطوتك الرائعة في نشر رسائل أمير المؤمنين فقد هزتني فرحا. هزتني فرحا. السنة ليش ذكرت الشيخ التصفيري؟ لما أعطوا جوائز نوبل هذا العام اللي أخذ جائزة نوبل في الفيزياء في الكيمياء أولا، قال لهم والله هزني النبأ، هزني النبأ وما أزال مهزوزا إن هذا لشيء رائع. هزه النبأ إنه أخذ جائزة نوبل بالكيمياء، لقد هزني النبأ وما أزال مهزوزا إنه لشيء رائع. يا إلهي رأسا طلعت صورة محمد علي التسخيري في وجهي، وانه هو قال كمان قال من 10 سنوات قبل ما يصير هذا يعني الجائزة، قال انه انا خطوتك الرائعة في نشر رسائل امير المؤمنين هزتني فرحا. هلا يا اما بدي طالب للشيخ محمد علي التسخيري لم طلع فتوى، يا اما انا لازم ادفع له ثمن جائزة نوبل مثل ما بيدفعوا للي بياخذ جائزة نوبل، لأنه قال مثل اللي بياخذ جائزة نوبل. هذا قال لقد هزني النبأ وما أزال مهزوزا إن هذا لشيء رائع. الشيخ التسخيري قبل 10 سنوات يقول لقد هزتني طريقتك الرائعة في نشر رسائل أمير المؤمنين فرحا. لما بتجوا على جائزة نوبل للفيزياء، جائزة نوبل للسلام، تشعرون أنهم يهتزون الاهتزاز ذاته ويقولون هذه الأقوال التي اختصرها التسخيري. فكأنما التسخيري أخذ 3 جوائز نوبل إذا حسبنا الكلمة. هلا يا أما هو لازم يدفع للاتحاد لأنه أخذ كل هذه الجوائز، يا أما الاتحاد فعلا ما لازم يكذبه، لازم يقدم له هدية نقدية، لأنه يعني حكى مثل ما حكوا جمعات جوائز نوبل. هلا أنا ليش عم بحكي هيك؟ شو جابني؟ بتصنوا اني استطردت خرجت على الموضوع؟ لا، علم امري في صحف قد يراه من نجحوا، قد وعاه من كدحوا. اللي بيشوفوا لما بيقروا الامام الرضا، انتم ما انتبهتوا كيف غانم، غانم طبيب بس صار شاعر، صار بيفلق الكلمات وبيفلسف الوسطي، يعني فقه لما بيحكي وسطية الطبية، هذا بفقه الطب، بفقه العلاج، بفقه الفقه، يعني كيف نحول النظرية إلى تطبيق عملي. لقد وصل إلى مثل هذا من رشحة من رشحات فكر الإمام الرضا. هلا يعني علي إنه ما فيني أنا أبدا أبدا أفهم شعور قد يراه من نجحوا. إجت أم عبده وإجت أم حسان، أهلا وسهلا بك، وين رحتوا؟ قلنا كل الساعات منتظرين، ايه قد هالفرح بعودة السيدات قد يراه من نجحوا. اللي اخذ جائزة نوبل شافوا فرح، اللي قروا رسائل امير المؤمنين شافوا فرح. انا ما بدي بوح بالاسرار انه انا بدي اعمل مثل جميل حسين، لا لا، اروح بحبي مثنة انها اخذت علي موافقا وعهودا. عجبا هلا خربط الدنيا، خبر كل الانس والجن، ولكن هو لا عم يقول ابدا ابدا ما بده يقول شو. هلا نحن لما بنقرا الامام الرضا او بنقرا رقية او بنسمع الست زينب او بنشوف السيد الواحد بياخذ المنطي معه، وحياه الله احيانا بيحكي السيد الواحد كلام، انا العاده ما بقلد، انا اقول يعني مشتغل بالابداع ووطن الابداع وامانه وطن الابداع، بس احيانا بحس حالي عم بحكي بنوع من التقليد اللطيف للهجة الإمام الواحدي. ليه؟ لأنه عم بيوصلني للفطرة. برجع هيكي فاطرين مثل الطفل، الطفل بيشوف عيلتي، ايه بتعطيه باله يعني شيء عجيب وغريب. شعور الإنسان وفطرة الإنسان عندما تتصل بفاطرها، يا أخي صغير وكبير.